لم يتم تحديد مين اللي هيشيل علم مصر لسه، لم يتم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الأولمبية حتى الآن. احنا عندنا الديدلاين أو الميعاد الأخير لبعث الاسم الشخص سواء كان رجل أو سيدة اللي هينول شرف إن هو يشيل علم مصر حفل الافتتاح هو يوم 20/7، يعني قبل الافتتاح ب 72 ساعة. لازم نبعت الاسم ومعاه السي في الكامل بتاع هذا اللاعب عشان المذيعين بتوع جميع الدول ال 206 يكونوا يقدروا إن هم يشرحوا مين ده وهما بيعدي امام الكاميرا. ده لسه لن نحدده بعد، في عوامل كتير هتحدد الحقيقه، منها ان دلوقتي بنظام السفر والرجوع في العاب هتسافر في الاخر، يعني هتكون موجوده هنا تتفرج على حفل افتتاح هنا ثم هتسافر والاولمبياد شغاله، زي الخماسي الحديث، زي المصارعه، زي الكاراتيه، مش هيكونوا اوريدي هناك. كره القدم في مدينه سوبارو عندها ماتش يوم 22 قبل افتتاح بيوم، وعندها مباراه ثانيه في نفس المدينه يوم 25 اسبانيا ثم الارجنتين. فهيبقى صعب جدا انك تجيب حد من عندهم لحفل الافتتاح، مش هيبقى حاضرين حفل الافتتاح من الاخر يعني. فباقي اللاعبين واللاعبات اللي هيكونوا موجودين في المسابقات اللي في الاول من يوم 24 وانت طالع، هم دول اللي هيكونوا موجودين في القريه في هذا التوقيت، وهيتم اختيار حد منهم. الحمد لله مصر يعني بعثه كبيره وفيها الحقيقه لاعبين ولاعبات كتير يعني قادرين على شيل العلم ويستحقوا انهم يشيلوا العلم. لا، هو النظام الوقائي عندهم نظام الحقيقه صارم جدا، بس هو مش نفس النظام الفقاعه اللي كان عندنا في كاس العالم. كاس العالم لليد وبطولات اللي اتعملت بعد كده سواء خماسي، رمايه، سلاح، جمباز، دراجات، كان مختلف الحقيقه. نظام الفقاعه المصري كان بيضمن ان جميع اللي شغالين في البطوله من اعلام، سواقين، متطوعين، حكام، لاعبين، كوتشات، كله في فقاعة، محدش بيقدر ولا يخرج ولا حتى يروح بيته خلاص لأهله ويرجع. حتى الموظفين في الفندق، الشفات، كله قاعد محبوس في هذه الفقاعة خلاص لغاية لما البطولة تخلص لضمان إن مفيش وباء يخش يعني. أما في اليابان فالموضوع مختلف. أنت عندك الدول متقسمة لمجاميع خلاص، يعني مش نفس الاشتراطات بتاعة الدولة دي زي الدولة التانية. في المجموعة الأولى ليها اشتراطات أشد من المجموعة التانية، المجموعة التالتة ليها اشتراطات أقل. النظام الـ PCR هيتعمل كل يوم، يعني إحنا في المجموعة التانية خلاص إحنا لينا المفروض قبل السفر عشان نخش لازم يتعمل تلاتة PCR يكونوا التلاتة نيجاتيف، تلاتة سلبي يكونوا معاك وأنت مسافر. ثم وأنت هناك هيتعمل تلات أيام عدم مخالطة، غير مسموح لك بالمخالطة بالآخرين. أنت بعد ما توصل بعثة مصر بتتخالط مع بعض، ماشي، هتروحوا التمارين هتروحوا تاكلوا في المطعم إنما مع بعضيكم مفيش حد هيخالط مع حد أجنبي آخر. بعد ما تخلص الثلاث أيام ويكونوا طبعا ثلاثة نيجاتيف، لأنك هتعمل لك PCR كل يوم طوال فترة اللي أنت موجود فيها. يعني مش بس الثلاث أيام، وما بعد الثلاث أيام كمان. الألعاب الجماعية كمان عندنا إحنا تأهلنا في لعبتين جماعيتين اللي هم كرة اليد وكرة القدم، والاثنين عندهم فرصهم مش صفر الحقيقة خلاص، إنما القرعة ما خدمتش خلاص ولا واحد منهم الحقيقة. اليد إن يطلع في مجموعته الدنمارك والسويد أول وتاني العالم مش حاجة يعني، بس مش حاجة ظريفة الحقيقة، إن كنا نفضل إن احنا ما نقابلهمش في المراحل الأولى الحقيقة، إنما أنا متأكد إن ولادنا قادرين برضو على تحقيق مفاجأة اللي كانت قريبة قوي في بطولة العالم في يناير الماضي. أما في كرة القدم برضو الحقيقة الحظ ما أسعفش خالص إن في مجموعتنا يطلع أسبانيا والأرجنتين وهم بطل أوروبا وبطل أمريكا اللاتينية في مجموعة واحدة، فبالتالي عشان نصعد من هذه المجموعة لابد من يعني الفوز على أحد هذه الفريقين، وإلا مش هيبقى فيه فرصة تأهل للدور الثاني.